بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بك سيدتي في هذا اللقاء الذي نتواصل معك به، ونتواصل في عرض سلسلة الحلقات في منظومة العظام، وكيف نحمي هذه العظام من الهشاشة ومن الآلام ومن كل ما ينقص به حياتك في هذه النقطة تحديدا، وخاصة ليس فقط انه اصبحت المعاناة يعني في كبار السن، اليوم كما ذكرت بنشوفها في صغار السن وايضا كبار السن. ولا تنسي سيدتي انك في عرضة طبيعية فسيولوجية ما بعد انقطاع الطمث الى هذه المشاكل، فلنستقبلها استقبال حسن حتى لا تكون هناك معاناة. استقبال بدون معاناة، وجود بدون معاناة، تكون حركتنا سلسة، وإن شاء الله دوما تكون سلسة وعظام جيدة. بدأنا هذه القائمة التشغيلية في العظام بالبنية التحتية، الكولاجين وفوسفات الكالسيوم، وانتقلنا إلى الفيتامين د وكل ما يحتوي هذا الفيتامين من قضايا لها علاقة بالمرارة والكوليسترول، وأوضحنا متى نحتاج المكمل ومتى لا نحتاج هذا المكمل، وكل ذلك إن شاء الله ستجدونه في صندوق الوصف. اليوم ننتقل إلى المعادن. المعادن هامة، ولعل أبرز هذه المعادن وأهمها وأكثرها سؤالاً وشيوعاً واستخداماً، وللأسف نستخدمه في أغلب الأحيان خطأ عشان هيك ما في فائدة، هو الكالسيوم. هذا اللقاء أستعرض به أهمية الكالسيوم. وإيش حكاية الكالسيوم وإيش حكايته؟ في فيديو سابق تكلمت على فوسفات الكالسيوم، اليوم بقول كالسيوم لحاله. في عنا أولا في الجسم، لما خاصة نيجي نحلل أو نطلب تحليل، نطلب تحليلين، حاجة بنسميها توتال كالسيوم يعني الكالسيوم الكلي، وحاجة بنسميها الأيونايزد كالسيوم وهو الكالسيوم الأيوني. ما الفرق بينهما؟ الكالسيوم الأيوني هو الموجود في الدم، هو الذي يؤمن لغة الإشارة العصبية، التوصيل. هذا مهم للقلب، مهم للدماغ، مهم للإشارات العصبية، مهم لكثير من القضايا. انخفاض الكالسيوم الأيوني يدل دائما على مشاكل في توصيل الإشارة وتوصيل الأوامر العصبية، فنجد مثلا هناك التبول اللا إرادي، ونجد أيضا النخزة في القلب أو في الصدر، ونجد العصبية، ونجد قضايا عدة تنتمي إليها هذا الموضوع. أما الكالسيوم الكلي فهذا الذي يذهب إلى مين؟ العظام، يتوجه مباشرة من الأمعاء حيث الامتصاص، ومتوجها إلى العظام حيث الحاجة. إذا العظام لم تكن مهيئة صح في وصحتها كويسة، فسوف تعاني من شغلة بنسميها ارتشاف العظام، بتروح تطلع للكالسيوم هذا لبرا، صار في الدم. طب هذا الكالسيوم انت المفروض تكون جوا، ايش اللي طلعك برا؟ لانه ما عندي كثافة عظام، لاني ما عندي منظومة صح، لانه ما عندي كولاجين، ما عندي فوسفات، ما عندي فيتامين د. طيب وجوده برا ايش بده يسوي؟ بده يصير تنافس بينه وبين مين؟ بين الكالسيوم الثاني الايوني.
انت ايش اللي جابك عندي في الدم؟ انا الموجود اكون هنا، لا انا، لا انت، بتقاتلوا مع بعض، بتروح بكيس مين؟ طب كيس المريض. ايش بصير في المريض؟ بتسمعه والله فلانة كويسة، امبارح كنت انا وياها، طب ايش صار فيها؟ انجلطت. ايه انجلطت مرة واحدة، مش عارفين ليش. عرفتوا ليش؟ لانه صار عندي ارتشاف عظام، الكالسيوم هذا صار في مكان مش مكانه، وصارت لخبطة بينه وبين الأيونة، وحلوها عاد. تمام. الآن هذه جزئية وحنرجع لها كمان بعد شوي، هذا سبب. تعالي نشوف، قلنا الكالسيوم مكان امتصاصه أو مكان امتصاص المعادن بشكل عام، والكالسيوم من ضمن هذه المعادن، والفيتامينات أيضا مكانها امتصاصها وين؟ الأمعاء. طيب، ووصل إلى مين؟ إلى العظام. الآن يحتاج إلى امتصاص. طب كيف بده يمتص؟ في أكيد عضو مسؤول أو شغلة مسؤولة عن هذا، يساعد الكالسيوم على الامتصاص. في عندنا حاجة بنسميها الباراثيرويد هرمون، يعني هرمون جارة الدرقية، هذا وظيفته، تعال يا كالسيوم أضبطك عشان أدي لك إيش؟ بطاقة دخول للعظام. إيش بدنا أحلى من هيك؟ بسهل له إيش؟ المأمورية. طيب هذا هرمون الجارة الدرقية وقت ما بدي إياه موجود؟ لا، هذا موجود بس بالليل، من أول ما تعتم الدنيا، يعني وقت المغربيات كده للساعة 12 بالليل، هاي وقت عمله. في هذا الوقت، في الظلام يعني في الليل، في هذا الوقت بسأل في كالسيوم؟ الكالسيوم يجي عندي أدي له بطاقة دخول، في أهلا وسهلا، ما فيش بروح الساعة 12 بالليل، بسكر هالباب وبروح. طيب أنا رحت ورحت اشتريت كالسيوم، ودوني كالسيوم مع فيتامين دال، ما انتوا عارفينه بكونوا مع بعض، وراحوا كتبوا لي ايش؟ حبة 3 مرات يوميا، او حبة صباحا، ولا حبة ظهرا بعد الاكل. ليش بعد الاكل؟ ما هو فيه فيتامين دال، ماشي بعد الاكل، بس ليش الغداء؟ وايش اللي اسوي بالكالسيوم؟ ما استفدتش منه. طب حبة الصبح؟ ما استفدتش منها. وحبة الظهر برضو ما استفدتش منها. ليش؟ لأنه ما فيش عندي اللي بده يمنحني بطاقة الدخول، هرمون جارة الدرقية. بنخلص الشهر والشهرين والثلاثة، مفاصل لسه بوجعوني. ولما نيجي نقول خذ كالسيوم، بقول لك يا دكتور أخذت، أنتوا مالكوش غير الكالسيوم. طب خذوه صح. إذن عشان أخذه صح لازم أخذه بالليل. أنا هلأ ما بناقش إيش مصدر الكالسيوم، بدك تاخديه حبوب، بدك تاخديه مصدر طبيعي، هذه قصة ثانية. إحنا اليوم بدنا نحط أسس، ليش الكالسيوم ما بستفيد منه وإيش دوره في الموضوع العظام، هذا اللي بهمني نفهمه اليوم، باقي الأمور سهلة. وعشان نعرف برضه إنه الوصفات اللي بنقرأها عالنت أو بنسمعها لازم نكون فاهمين، ولا كيف بدنا نعرف انه هذا خطا وهذا صح؟ في عشرات بل مئات الوصفات للاسف خاطئه. يعني لما يجي واحد يقول لك والله اشرب حليب واشرب بصل ايش ومصدر كالسيوم والصبح، طب انا هلا عرفت انك انت بتكذب علي. بغض النظر الحليب فيه ولا فيش، هذه قصه ثانيه حنناقشها ان شاء الله في الحلقه القادمه. خذ سمسم، ما هو في احسن مصدر للكالسيوم، خذه الصبح، خذه بعد الاكل، بعد وجبه الغداء. تكذب علي، مش هستفيد. خلاص صار عندي معلومه الان، كالسيوم يعني ليل، ليش؟ هرمون جاره الدرقيه، انتهى الموضوع، نقطه وسطر جديد. وحتى نعرف مصادر هذا الكالسيوم وكيف ناخذها والوصفات الصح، انتظرونا اللقاء القادم في نفس قائمه التشغيل، حتكون حلقة خاصة على موضوع
هذه المصادر وكيف نأخذها والطريقة والمقادير والكيفية وكل شيء تريدونه. كل هذا من أجل شيء واحد، صحة عظامك. ودوما نتمنى لك دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.